السلام عليكم، تحية عطرة للجميع. وصفة اليوم غادي نحتاجو للطماطم مطيشة، نقطعوها لشرائح لتكون رقيقة. الوصفة ديال اليوم سهلة، ما تطلبش منا مجهود او لا الوقت كتير بالمطبخ، مغذية ولذيذة في نفس الوقت. غنحتاجو الكرات برو اللي تنقطعو الشرائح، ممكن تعوضوه كذلك بالبصل، فلفل، استعملت هنا الفلفل الاحمر، استعملوا اللي عندكم، والثوم اللي غنقطعوه الشرائح. وصفة اللي غنية كذلك بالخضار، وغادي نحتاجو الباقة من البقدونس اللي تكون صغيرة، نفرمها فرم ناعم القياس تقريبا ديال 2 معالق كبار من البقدونس المفروم. فالمكونات اللي تتلاحظوا معايا راه كلهم يعني مكونات متواجدين تقريبا في كل بيت، ومكونات اللي هي بسيطة واقتصادية في نفس الوقت. وحاجتنا كذلك بالتوابل باش نحضروا الشرمولة اللي غادي نتبلو بها الطبق ديال اليوم. فيها معلقة كبيرة ممتلئة من مركز الطماطم اللي سبق وحضرت معاكم الوصفة، غتوجدوها بالقناة. معلقة صغيرة ديال الكمون عامرة، ومعلقة صغيرة ممتلئة من الفلفل الأحمر اللي هو التحمير البابريكا، ومعلقة صغيرة ممتلئة ديال الملحة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود أو البيض البزار، ومعلقة صغيرة من الزنجبيل اللي هو سكينجبير، ونص معلقة صغيرة من الشطة إضافة اختيارية. وتنضيفوا عليهم 125 ملل من الماء، نص الكوب معياري أو لا ثلثي كاس العنبة. نخلطوا الكل جيدا. إذا هذه هي الشرمولة ديالنا، هي أصبحت جاهزة. غناخدو الاناء او الصينيه اللي غادي ندخلوها للفران. الطبقه الاولى غادي نوضعو فيها الطماطم، اذا غنفرشو الطماطم هي الاولى، من بعد الطبقه الثانيه غادي نعملوها من القطع ديال البرو ديال الكرات او البصل اللي عندكم. فالنكهات ديال هاد الخضر كلها غادي تدخل مع بعضياتها اثناء الطهو ديالها بالفرن، تجي بنينه ولذيذه في نفس الوقت. فالبصله عندها اللذه ديالها، والكرات عنده اللذه ديالو، ولكن لا باس بذلك. الا ما توفرناش على واحد المكون يمكننا نعوضه بمكون اخر او لا نستغناو عليه. فلاحظوا معايا الطبقه اللي غطات لنا الطماطم تماما. من بعد تنضيفوا الفلفل، شرائح الفلفل، استعملت هنا الاحمر باش تلوينات راه تنخالفوهم وتيفتحوا لنا الشهيه، ما يكونش كلشي لون واحد. فما شاء الله الوان زاهيه وباهيه في نفس الوقت. وتنضيفوا البقدونس، غنحتفظ فقط بالقليل من هذا البقدونس للتزيين اثناء تقديم ديال الطبق ديالنا. شرائح ديال الثوم، وصفة بسيطة بزاف ولكن راها غنية بالمكونات ديالها. الفلفل الحري، الفلفلة حارة، اضافة اختياري، اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش يمكن يستغنى عليه. فانا غادي نكتفي فقط بديك الشطة اللي ضفت في التتبيلة في ديك الشرمولة. وهنا عندي 6 القطع ديال الكوتليت، الاضلاع ديال الخروف، اللي غادي نرصهم بشكل متناسق كيف ما تلاحظوا معايا. وفي هذا الاثناء الفرن مشعل من الاسفل والاعلى على الدرجه ديال 190 بالمروحه. الا كان عندكم فران عادي ف 200 درجه. وتناخذوا الشرموله ديالنا تنغطيو بها دوك الكوتليتات اي الاضلاع ديال الخروف. فكما ما تلاحظوا معايا ما تبلتش باقي المكونات، ولكن فعل الحراره اللي غادي تكون في الفرن، فديك العصاره ديال اللحم او ديال الضليعات اللي عندنا كذلك التتبيله، فغادي تبدا تنزل بشويه بشويه على ديك الخضر اللي كاينه بالاسفل، وغتجي بنينه بزاف.
فتنغطيو بهم فقط كوتليت كيف ما تلاحظوا معايا، كيف ما قلت لكم راه من بعد فعل الحراره راه هذيك العصاره وهالتسبيله غادي تنزل بشويه عليها على الطبقات الاخرى ديال الخضر. تبعوا معايا باقي المراحل، لانه باقي المراحل اخرى. تنضيفوا القياس ديال واحد زوج معالق كبار من زيت الزيتون، فهنا عندي غير خيط رفيع اللي تيخرج ليا من هاد القرعه. اذا كانت عندكم معلقه كبيره فيمكن لكم تعبروا بها. من بعد تناخدو ورق الفرن تنغطيو به الصينيه ديالنا، وكذلك تنغطيوها بورق الالومنيوم، وغادي ندخلوها للطهو لمده تقريبا دي 45 حتى 50 دقيقه. كيف ما قلت لكم الفرن على الدرجه ديال 190 بالمروحه و 200 الى كان فرن عادي. بعد ما تتمر المده المحدده تنزولوا الورق اللي حنا مغطين به الصينيه ديالنا، وغادي نقلبوا الضليعات للجهه الاخرى وغنخليهم حتى يتحمروا بالفرن لمده تقريبا اللي غيستغرقوا معنا القياس تقريبا ديال 10 دقائق. والاناء هذا هو اللي غادي نقدم فيه، فغادي نمسحوا من الاطراف ديالو لان المريقه راها طلعت مع الجناب ديالو، لهذا غادي نمسحوا باش ما تحرقش لينا. اللي باغي يدهن هاد الكوتليطات بشويه ديال السمن المعتق اللي هو السمن الحار، فكذلك ممكن اللي تيبغي النكهه ديال الزبده ولا السمن فيمكن يضيفه. ولاحظوا معايا ما شاء الله الضليعات او الكوتليطات جاو محمرين، الخضره طيبه على حقها وطريقها. الطبق ديالنا بالمريقه ديالو مركزه، تزينوه بالقليل من البقدونس ونقدموه مع خبيز، شي حاجه للطوب وروعه وما تطلبش منا وقت او لا مجهود كتير. اللي ما باغيش يعمل مثلا الكوتليت فيمكن نعوضهم مثلا باي نوع من الاسماك، قطع من الاسماك او اللحم، تقطعوا شرائح رقيقه او الدجاج لما لا. الطبق اللي هو مغذي ومشبع ودغيا تيوجد، ما تطلبش منكم مجهود او لا وقت كتير. هذا حل من الحلول مثلا الناس اللي ما تيكونش عندهم الوقت. طبقنا اليوم طبق اللي تستحق التجربه ويستحق يكون على الموائد ديالكم، شي حاجه للطوب وروعه. بصحتكم والسلام عليكم.